أطلق الاثنين مشروع معا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن، انطلاقا من تبني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة نهجا مدروسا وشفافا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية من خلال استراتيجية وطنية مداها الزمني 5 سنوات بدءا من العام 2020. إن ديوان المحاسبة يمثل في رقابته على أجهزة الدولة المختلفة تطبيقا للرؤى الملكية السامية في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والمحافظة على المال العام، حيث تتمثل رسالة الديوان في ممارسة جميع مهامه المتعلقة بالرقابة المالية والالتزام والرقابة الفنية ورقابة الأداء والرقابة على أهداف التنمية المستدامة والتأكد من سلامة القرارات الإدارية المتخذة في الجهات الحكومية. وديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابي لمجلس الأمة، ويمارس ديوان المحاسبة منذ تأسيسه مهامه الرقابية بمهنية مواكبة التطورات في مختلف مجالات الرقابة، ويلتزم بالمعايير الدولية للرقابة والتدقيق، ويمارس حقه الدستوري في الرقابة على أموال الدولة وتشريعاتها بموجب أحكام الدستور الأردني منذ عام 1952. إن ديوان المحاسبة شريكاً أساسياً في منظومة الشفافية والنزاهة في المملكة، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ويعتبر شريكاً أساسياً معها في الإصلاح. ففي عام 2017 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال النزاهة والمساعدة في التحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها. رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أكد أن تحقيق أهداف مشروع معاً يتطلب من جميع المعنيين في الإدارة العامة، وزارات وهيئات ومؤسسات، تعاوناً بناءً وشراكة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار أهمية وضرورة التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية ومع المؤسسات النظيرة من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن الذي يستمر 3 سنوات وبهدف ويهدف إلى تحسين نزاهة القطاع العام والمساءلة في المملكة، ويساهم في تحسين أداء القطاع العام والاستجابة إلى احتياجات المواطنين. إننا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ننظر بعين التقدير والامتنان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي على تعاونهما معنا في هذا المجال الذي سيطال عددا من الوزارات والهيئات والدوائر الرسمية وتفهمها للاحتياجات الوطنية على هذا الصعيد. السيدات والسادة، تبنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات 3 الأخيرة نهجا مدروسا وشفافا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية من خلال استراتيجية وطنية مداها الأعوام 2020-2025، تم إعدادها بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إيمانا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع، حيث ركزت في محاورها على النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد. سيدة رسالتي، كلنا نعرف أن المؤسسات القوية يمكن
أن تعمل معا من أجل تغلب على أي استغلال غير مشروع وسلبي للأموال العامة. نحن ندرك أن ديوان المحاسبة وهيئة جايكا يقدمون تقاريرهم بشكل المطلوب، ولكن لابد أيضا على الجهة التشريعية أن تلعب دورها في هذا المجال. تقييم الماضي اللي قمنا به أظهر أنه على الرغم من أن ديوان المحاسبة قام بعمله وتقديم تقريرانه، إلا أن عمل مجلس النواب في التحقيق كان يعاني ببعض المشاكل. وتضمن حفل إطلاق المشروع كذلك عقد عدة جلسات شملت مناقشة أحدث الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النزاهة في القطاع العام في الأردن، والإصلاحات في مجال التدقيق، كما تم استعراض فرص وتحديات استراتيجية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدد من التجارب في مجال تبني مراجعات الحوكمة في سياق الإصلاحات الوطنية.